طيب رجعنا لحضراتكم مره تانية كابتن ابو الدهب، اخد رايك برضو في التشكيله خاصه بكولر النهارده في المباراه، واستكمالا لبقيه المباراه والتغييرات حقيقة. هل بدايه التغييرات عنده كان رقم واحد طاهر محمد طاهر، هل ده يعني الترتيب الصحيح للتغييرات بالنسبه لكولر النهارده عشان يروح للمباراه للمكسب؟ لا، ما انا بقول لك يا فاروق، خلينا اقول لك ان انت برضو ما زلت عند رايي ان انت التشكيل بالتغييرات لا ما اصلحتش شيء. يعني حتى من بدايه المباراه ان انت بتلعب مع البنك الاهلي، انت محتاج الثلاثه بونت، انت جاي من نهائي كاس مصر، اكيد عندك نشوه الانتصار، ان انت الناس مستنيه اداء جيد، اداء بشكل كويس بشكل محترم، لكن ده اللي ما شفناهوش. شفنا اللعيبه تايهه في الملعب، شفنا اداء سيء، شفنا عدم انسجام بين اللعيبه وبعضيها، ما فيش روتيشن. وده مش غريبه فعلا يا كابتن، ده غريب على النادي الاهلي، وبعدين دي ايام قليله. يعني ما انا بقول لك ده غريب على النادي الاهلي، ان كل اللعيبه فاروق يعني تحس ان انت من اللعيبه بتتفاجئ لما بتنزل او بتلعب. النهارده بنشوف الماتش اللي فاتت، تشوف نيدفيد وتشوف السوليه، النهارده بتلاقي مروان عطيه، بتلاقي امام عاشور، بتلاقي رضا سليم. ففي تشكيل او في تغييرات غريبه بنفس حتى لما نزل بعض اللاعبين، ان انت بدات ان انت تنزل نيدفيد وبعدين طار محمد طار وباقي على بودست اللي هو اصلا حتى لو جبت جون انت هتحس ان انت بتلعب للمره المليون، انت بتلعب ناقص واحد. انا بكلمك بامانه، يكون عندك افضل ما بتلعب برستا، وان انت محتاج ان انت تكسب الثلاثه بونت، ده ما شفناهوش. انت عاوز تريح بعض اللاعبين، اريح امام عاشور، اريح العب بالسوليه، العب باي حد، لكن هو التغييرات ما اثبتتش حاجه في الكوره في النادي الاهلي النهارده. لكن بالمقابل ان انت البنك الاهلي احترم النادي الاهلي بشكل كويس جدا، لكن عندهم الجرأه الهجوميه على طول، وقدروا ان هي بتحرز 4 اهداف، ودي كانت جديده، حتى ما شفناش انسجام بين احمد مصطفى شوبير وخط الدفاع فاروق. النهارده محمد عبد المنعم اللي هو افضل واحد موجود وبيلعب بقاله فتره مش موجود النهارده. حتى لو انت عايز تلعب عمر كمال عبد الواحد كنت ممكن العب واحد، او اجربه او اشوفه في الحته دي، كنت ممكن العب واحد زي محمد عبد المنعم هيدي له الثقه بشكل جيد. تلعب محمد هاني او عمر كمال عبد الواحد، لان انت اصلا جايبه من الفيوتشر ان هو بيلعب بكراي. تمام، العلم بس فيرست تو كان بره القائمه النهارده كده. انا بقول لك لكن لكن يعني في حاجات كتير، هو ما عندوش غير مودست وكهربا، لكن الفتره الجايه كل اللعيبه يعني الانديه كلها هتتجرى على النادي الاهلي بالشكل ده بعد اللي احنا شفناه النهارده وبعد التشكيل اللي لعب فيه.